في الحقيقة احتفال الدولة السنة دي بعيد العمال كان احتفال معبر، بيعبر عن الانحياز السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذا النظام. وده فقط مش من بداية مكان الاحتفال، ده في الحقيقة كمان من بداية عودة كل السياسات الاقتصادية اللي كان بيتبناها مبارك. مبارك كان بيتبنى سياسات اقتصادية واضحة في مواجهة الطبقات المتوسطة والفقيرة. حاول الإخوان يرمموا هذه السياسات وصاروا على نفس المسار، وكانت نتيجتهم معروفة. ثم جاء السيسي وبيحاول بأقصى سرعة إنه يكمل هذا المسار وبأقصى درجة من الشراسة. حتى الخصخصة اللي كانت وقفت أيام مبارك النهاردة بيطرحوا خصخصة الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللي تابع ليها 45 شركة تابعة. مبارك لما كان بيخصخص شركة تابعة، شركتين، ثلاثة، لكن انك تخصخص شركة قابضة مرة واحدة ده أمر جديد. وطبعا هيقول لك دي مش خصخصة، ده احنا بنزود رأس المال. هو انت لما تطرح زيادة رأس المال في البورصة ده مش معناه انك بتحول المال ده، الشركة دي بعد ما كانت مملوكة للدولة بشكل كامل بقى فيه أشخاص مشاركين في الملكية، بعد شوية تعمل طرح تاني لزيادة رأس المال، فيبقى المساهمين في البورصة اللي اشتروا وزودوا رأس المال بقى هم الجسم الأغلب وممكن يوصلوا 51%. دي خصخصة بتعملوها على مراحل. اتنين، أحكام القضاء اللي اتخذت، وأنا بقول لهم سيبوكم من كلامنا، احنا يمكن كلامنا وشهادتنا تبقى مجروحة. اقروا كتاب المستشار حمدي ياسين عكاشة رئيس نادي قضاة مجلس الدولة اللي جمع كل الأحكام اللي هو أصدرها وشارك فيها وقضاة مجلس الدولة، بيقول فيها دور مجلس الدولة في حماية المال العام وفي مواجهة الخصخصة الفاسدة